روح الحقيقة الخبر كلنا اتضايقنا لما صحينا على خبر زي ده. خليني اقول لحضراتكم انه مسؤولو منتخب الشباب طلبوا ان هم ياجلوا مباراتهم قدام ليبيا اللي هي المفروض تكون بكره، هتكون في تونس بكره، بعد ما تم الاعلان عن اصابه 17 لاعب بالاضافه طبعا لكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بفيروس كورونا. يمكن مسؤول المنتخب زي ما بقول لحضراتكم طالبوا باجراء مسحه فوريه، وده اللي احنا كنا قلناه في البدايه ان هو تم فعلا اجراء المسحه دي لجميع اعضاء بعثه المنتخب المتواجده في تونس بعد ما تردد وجود طبعا 17 عينه ايجابيه. وكان يمكن الاعلامي عمر ربيع ياسين كتب ان هو او اعلن النهارده الصبح عن اصابه والده المدير الفني لمنتخب الشباب بفيروس كورونا بعد ايجابيه المسحه اللي خضع ليها. مستنيين طبعا نتيجه المسحه دي. وفقا للي جه في البيان الصادر من المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب، طلب منتخب الشباب اجراء مسحه فوريه على جميع اعضاء البعثه المتواجده في تونس بعد انباء اصابه 17 لاعب وكابتن ربيع ياسين بفيروس كورونا. وأشار البيان أن مسؤولي المنتخب طلبوا بضرورة إجراء المسحة الثانية دي لبعثة المنتخب في معمل آخر يكون معتمد أيضا، يعني يمكن يكون في خطأ أو أي حاجة في النتيجة الأولى. وطلبت البعثة تدخل إيهاب فهمي السفير المصري في تونس لإجراء المسحة الثانية دي في معمل معتمد، وده قبل 24 ساعة من مباراة مصر للشباب وليبيا. وزي ما حضراتكم عارفين أنه المفروض أنه في فعاليات بطولة شمال إفريقيا اللي هي بتقام في تونس دلوقتي من الفترة من 15 ل 28 ديسمبر الجاري، ودي مؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021 في موريتانيا. يعني وفقا لقواعد الكاف لو فعلا تم ان المسحة الجديدة دي فعلا في 17 لاعب بالإضافة للمدرب ان هم ايجابي بفيروس كورونا، طبعا مش هينفع نخوض مباراة ليبيا او كمان البطولة بشكل عام. مش ماتش خلاص بقى، انت ودعتي البطولة ده مبدئيا. بس خلينا نقول انه احنا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة عشان برضو تعرفوا اخر التطورات لحظه بلحظه، البعثه عملت مسحه ثانيه من حوالي 15 20 دقيقه وفي انتظار نتيجتها. احنا امام ثلاث سيناريوهات لا رابع لهم. السيناريو الاول وده اللي نتمناه انه نتيجه المسحه الاولى تكون مش مظبوطه، وان كنت اشك طبعا لما تطلع النتيجه ايجابيه ل 18 فرد من بعثه المنتخب الوطني المصري فأشك شوية، على الرغم من برضو معلوماتنا من محل إقامة المنتخب إنه بقية البعثات ما وجدوش فيها حالة كورونا واحدة، فكان غريب جدا وعلامة استفهام كبيرة جدا إنه 17 لاعب في المنتخب قوام المنتخب الرئيسي وكابتن ربيع ياسين المدير الفني يبقوا كورونا، وخصوصا طبعا وده الأكيد طبعا مش محتاجة، يعني مش محتاجة ولا إيه، مش محتاجة أقول إنه بالتأكيد البعثة كلها عملت مسحة من قبل ما تتحرك من مصر وثبتت أو ثبت إنها نتيجة المسحة سلبية لكل اللاعبين والمنتخب والجهاز الفني للمنتخب الوطني. ما أعتقدش إنه كان في نتيجة خطأ ما إنه في حد من البعثة قبل ما يسافر من القاهرة كان مصاب. دي تبقى كارثة. دي تبقى كارثة. على كل الأحوال السيناريو الثاني إن تكون النتيجة دي النتيجة الجديدة بقى اللي هتطلع تثبت سلبية المسحات أو إن مفيش حد سلبية يعني الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي نطمن على لاعبتنا الأول إن شاء الله بإذن الله يكونوا بخير ويعدي الموقف ده. طبعا أنا متخيل حالة التوتر والارتباك في معسكر المنتخب دلوقتي. وبالمناسبة خليني أقول لحضراتكم برضو معلوماتنا بتقول إنه البعثة في منتخب مصر في تونس طلبت طيارة خاصة عشان ترجعها، دي المعلومات اللي إحنا متأكدين منها من مصادر موثوق فيها وإلا ما كناش هنقولها لحضراتكم. وبالتالي إنه هنكمل البطولة لو المسحة نتيجة المسحة اللي اتعملت من حوالي تلت ساعة طلعت سلبية هنكمل البطولة عادي خلاص ما فيش مشكلة، يحصل تبديل يحصل تعديل في مواعيد اللقاءات، دي حاجة راجعة لاتحاد شمال أفريقيا. والسيناريو الأسوأ واللي نتمنى الحقيقة إنه ما يحصلش هو طبعا استبعاد منتخب مصر من البطولة، اللي مش هيترتب عليه بس استبعاده من كاس امم افريقيا، لا خدوا بال حضراتكم كاس امم افريقيا في موريتانيا مفترض انها مؤهله لكاس العالم للشباب، يعني احنا مش بس مش هنروح كاس امم افريقيا، لا احنا كمان غالبا مش هنروح كاس عالم الشباب، ودي غلطه اعتقد لابد انه يعني في حد يسدد فاتورتها، يعني حرمان منتخب مصر وهذا المنتخب حظه سيء الحقيقه. لا. يعني احنا اتكلمنا في كتير قوي يا ساره في مسابقات كبيره جدا انه هذا المنتخب
بيحتاج لدعم، وهذا المنتخب لا يجد اي رعايه من اي نوع، فبالتالي الحقيقه يعني الولاد كان الله في عونهم. ياسين كذا مره اتكلم يا احمد وقال مفيش اي اهتمام بمنتخب الشباب، محتاجين مباريات وديه، محتاجين كذا مره يتكلم ويقول ومتضايق وبيعبر عن غضبه ده وعن عدم الاهتمام بمنتخب الشباب، واللي هو ايه، هو مستقبل اساسا منتخب مصر، وفكره ان ده يؤهل لطبعا امم افريقيا 2021 في موريتانيا يعني حاجه كبيره جدا وهدف كبير وهدف مهم، واهتمام بمنتخب الشباب المفروض لا يقل اهميه عن الاهتمام بمنتخب مصر الاول يعني يا احمد. بس انا هقول لك حاجه برضو يا ساره، يعني انا في طبعا كاس افريقيا مهمه، لكن انا بيتهيالي الفرصه لاولادنا في السن ده بتبقى دايما انها تلعب بطولات دوليه، يعني انها او يعني انها تلعب بطولات عالميه، فانا بيتهيالي ان الشباب ده كان رايح مش حلمه قوي انه يلعب في كاس افريقيا بقد ما عينه وحلمه ان هو يكون موجود في كاس العالم للشباب ويقدر يحقق فيه انجاز ويسلط الضوء على اولاد صغيرين، يعني في سن صغيره ممكن يطلعوا الاحتراف بدري، يفرقوا معانا جدا على فكره. معظم الدول الافريقيه منتخباتها اللي بتشارك في اولمبياد او في كاس عالم ولادها بتطلع بعد البطولات دي على فرق كبيره جدا في اوروبا، عشان كده عندهم قواعد محترفين كبيره جدا مقارنه طبعا بعدد اللعيبه المصريين المحترفين.